إذا حل في R المترجحة الآلين ديال 3x ناقص E أكبر أو تساوي ناقص 1. إذا أول حاجة سنحدد مجموعة تعريف المترجحة لتكون دي مجموعة تعريف المترجحة. إذا دي أدنى إكس عدد حقيقي بحيث إذا خصني ندير شروط وجود المترجحة. إذا عندنا الألين، إذا ما بداخل الألين خصو يكون موجب قطعا، يعني 3x ناقص E أكبر قطعا من الصفر. إذا عندنا مترجحة 3x ناقص E أكبر قطعا من الصفر تكافي 3x، إذا كان دي ناقص E الطرف الثاني كترجع E 3، إذا كنقسم على 3 غترجع x أكبر من E على 3، وبالتالي ف دي تساوي x كتنسمي الـ R بحيث x أكبر من E على 3. إذا يمكن لينا نعبر عليها بمجال، إذا المجال المفتوح او على 3 زائد لا نهاية. إذا لكل x من دي لدينا، إذا هاد المترجحات تكافئ ماذا؟ تكافئ إذا عندنا الألين ديال 3x ناقص 1 أكبر، إذا عندنا ناقص 1 كيمكن نعوضها بالألين ديال E ناقص 1. علاش؟ لأن الألين ديال E ناقص 1 كتساوي لنا ناقص 1 الألين ديال E، والألين ديال E هي 1 أي ناقص 1. إذا تكافئ 3x ناقص E أكبر من أو تساوي E أس ناقص 1، و E أس ناقص 1 راه هي 1 على E. إذا هذه العلاقات تكافئ 3x، إذا كنديو E للطرف الثاني كترجع E زائد 1 على E، أو زائد 1 على E. إذا x، إذا كنقسمو على 3 طرفي المترجحة، إذا كترجع E على 3 زائد 1 على 3 E. إذا هنا كيمكن نوحد المقامات وندير x أكبر من، إذا المقام الموحد هو 3 E، إذا أي يمكن لي نضرب في E هنا وهنا، إذا غيولي لنا E كاري زائد 1 على 3 E. وبالتالي فالحل، إذا حنا إلا درنا واحد المستقيم مدرج باش نفهمو أكثر الحل، إذا عندنا او على 3 هو واحد العدد موجب، و او كاري زائد 1 على 3 او هو عدد أكبر من او على 3، وبالتالي بغي يكون في هذا المكان هذا. وبالتالي إذا غيكون عندنا تقاطع، إذا درنا التقاطع ديالهم فغي يكون هو هذا المجال هذا، أي المجال او كاري زائد 1 على 3 او زائد لا نهايه.